السلام عليكم طلاب جامعة أوروك كلية تقنية قسم البصريات. هذه أول محاضرة بالفصل الثاني لمادة الصحة العينية، تتناول مادة الفيجوال. قبل ما نبدأ المحاضرة نسوي تذكير بالبيزك أناتومي أوف ذا آي. المفروض اللايت باس ثرو ترانسبرنت ميديا، يعني الضوء لازم يمر بطبقات شفافة، فالطبقات المسؤولة عن انكسار الضوء هي الكورنيا، اللينز، والفيتريوس بودي. إذن الثلاث طبقات should be transparent so the light pass to the retina and optic nerve، ويتحول الضوء إلى electrical signal، إشارة كهربائية تعبر إلى الأوكسيبيتال لوب البصري، ويتم تحويل الإشارة الكهربائية إلى. أي مشكلة بهذين الطبقات راح تأثر لي على الرؤية، ويبدي المريض يعاني من الفيجوال لوس. نسوي كلاسيفيكيشن للفيجوال لوس، وهناك عدة تصنيفات للفيجوال لوس، يا أما يتقسم جراجوال بطيء وما يقابل سادن أو فجائي، بينلس بدون ألم أو بينفول، يونيلاترال بعين وحدة أو بعينتين بايلاترال، بيرمننت دائمي أو ترانزينت مؤقت. أول أسباب البينلس فيجوال لوس، بينلس جراجوال لوس أوف فيجن، هو الرفراكتيف إيرور. ثانيا كاتراكت الساد أو الماء الأبيض. ثالثا جليكوما داء الزرقاء. رابعا age related macular degeneration، تدهور الشبكية الانحطاطي لدى كبار السن. diabetic retinopathy، اعتلال الشبكية لمرضى داء السكري. optic nerve compression، ضغط على العصب البصري. drug toxicity، التسمم الدوائي. hereditary retinal dystrophy، اعتلال الشبكية الوراثي. تبني أسباب البينلس بدون ألم فقدان البصر، ويكون تدريجي، بعضها يمكن تلافيه، ريفيرزبل، أقدر عكس الميكانيكية مالته، وبعضها لا يمكن تلافيه، الريفيرزبل. البينفول على العكس من البينلس بدون ألم، بينفول كوزز تكون أقل عددها، وإذا قدرنا نحفظها فكل سبب آخر نقدر نخليه ويا خانة البينلس بدون ألم. Painful sudden loss of vision، الفقدان البصر الفجائي المؤلم، سببه أولا تروما، شدة خارجية، acute closed angle glaucoma، داء الزرقاء نتيجة انسداد زاوية العين، giant cell arteritis، التهاب الشرايين الكبيرة، وoptic neuritis، التهاب العصب البصري. راح نبدي ناخذ سبب سبب ونتعرف على اسبابه، دايجنوزز، التشخيص، وراح يفيدك انت تعرف اي حاله نقدر نعالجها، وبالخصوص كفحص بصر بالجلاسز او الكونتاكت لينز. اولا نبدا بالرفراكتيف ايرور، واحده من اسباب الجراجوال بينلس فيجوال لوس، ويمكن علاجها قلنا glasses، contact lens، أو by refractive surgery. أسبابه يا أما عندي خلل بالaxial length أو بالrefractive power of the cornea أو lens. أنواعه types، يا أما nearsightedness، قصر البصر myopia، أو farsightedness، hypermetropia، بعد البصر، stigmatism أو presbyopia اللي هو بعد البصر الشيخوخي. ثاني مشكلة بالقرنية هو الكيراتوكونس، القرنية المخروطية، تبدي القرنية تفقد شكلها السبريكل الكروي، وتتحول إلى شكل كونيكال قمعي، ويمكن علاجها بالجلاسز، كونتاكت لينز، كروس لينكينج على عن طريق التصليب، أو إذا واصلة مرحلة السكار صاير بيها عتامة بالقرنية نضطر نسوي ترقيع قرنية اللي هو penetrating keratoplasty. another cause of cornea
Opacity هو corneal dystrophy. بعض الأمراض الولادية ما تظهر بساعة الولادة وتحتاج سنوات إلى أن تظهر، ويبدأ المريض يعاني من gradual loss of vision. القرنية تبدأ تفقد خاصيتها الشفافية، فتتأثر الترانسبرنسي مالتها وتتحول إلى corneal opacity. علاجها بالبداية contact lens أو glasses، بالمراحل النهائية penetrating keratoplasty. أيضا تحتاج إلى ترقيع قرني. Another cause of loss of transparency of the cornea هي corneal scarring، ندبة القرنية، يا أما تحدث نتيجة تروما، شدة خارجية، infection سواء viral أو bacterial، أو بعد العمليات الجراحية post surgical. Another cause of corneal opacity هو corneal keratitis أو ulcer، مثل ما قلنا التهاب وبعدها أو قرحة وبعدها يتحول إلى عتامة بالقرنية. خلصنا أسباب مشاكل القرنية، نتحول على اللنس. إذا اللنس تأثر لونها راح يبدي المريض يعاني من حالة تسمى الكاتراكت اللي هو الساد. تعريف الساد، الكاتراكت هو condition characterized by clouding of the lens of the eye، يعني تبدي العدسة تفقد خاصيتها الشفافة الكريستالين وتتحول إلى opacified. أسبابها يا أما ولادي congenital مثل ما نشوف صورة الطفل، أو نتيجة عمر age related، أو بعد ضربات تروماتيك، أو نتيجة علاج مثلا استعمال الكورتيزون ستيرويد انديوس. الطبقة هي البتريوس بودي، هذا فقد خاصية الشفافية نتيجة بتريوس هومرج، يصير عندي نزف، يا أما هم سبب تروما أو ديابيتك ريتينوباثي مريض السكري وصار عنده اعتلال بالشبكية. أكو احتمالية رابتشر أوف بلاد فازل، تنفجر الأوعية الدموية وتؤدي لي إلى البتريوس هامورج. إذن هنا الميديا المفروض ترانسبرنت ويعبر من خلالها اللايت إلى الرتنة، بالرتنة والأوبتيك نيرف يصير بروسيسنج أوف ذا لايت. عند الرتنة لايك ريتينال ديتاتشمنت، انفصال الشبكية، ومثل ما نلاحظ الشبكية ما ماخذة شكل الفلات المسطح، بادية تاخذ الشكل المتموج corrugated shape أو دوم shape على شكل خيمة دوم shape، فتفقد قدرتها على processing of light، فما راح تقدر تحول لي الضوء إلى إشارة كهربائية. طبعا بالمراحل اذا تم اكتشافه بالبدايه الريتينال ديتاتشمنت علاجه سيرجري وتكون نتائجه حلوه، وهو من احد الاسباب الريفرسبل فيجوال لوس يمكن معالجته. السبب الاخر للفيجوال لوس هي الجلوكوما. الجلوكوما هو ليس ارتفاع ضغط العين فقط، وانما هو جروب اوف ديزيز افكتنج ذا اي، so lead to optic nerve damage، راح يضرر عندي العصب البصري، ولهذا يبدأ المريض يعاني من gradual visual loss. هذا في حال كان open angle glaucoma يعني زاوية مفتوحة، يكون painless gradual visual loss بدون ألم وتدريجي، بينما مريض الزاوية المسدودة إذا صارت الزاوية اللي مسؤولة عن drainage of aqueous humor of the eye، صارت هذه الزاوية حادة جدا تؤدي إلى صعوبة في تصريف الأكويس، والمريض راح يعاني من painful sudden loss of vision، يعني يكون مؤلم وسريع. المريض بالإضافة نشخصه عن طريق وجود ألم أو عدم وجود ألم عن طريق الفيجوال فيلد، راح نشوف مركز الرؤية واضح عند المريض الداء الزرقاء، والبريفري يكون بعتامة، وهذا يسمى له تنل فيجن، يعني الرؤية الوسطية المركزية
تكون واضحة، بينما البروفري يبدي يفقده loss peripheral vision. بالإضافة إلى الفندس نشوف الأوبتيك نيرف يبدي يفقد الكثير من النيرف فايبر لاير، يفقد الألياف العصبية ويبدي يأخذ شكل الكب، يصير بيه تقعر. Another cause of loss of vision هو arterial occlusion، وأما central retinal artery occlusion أو branch retinal artery occlusion هذا نسد الشريان الشبكة الرئيسي أو الفرعي، راح يعطيني الشبكية تأخذ شكل pale شاحب لأن صار بها إسكيميا انقطاع للدم. بس يبقى في حالة central retinal artery occlusion السنتر يكون أحمر، ويأخذ هذا المصطلح اللي هو cherry red spot الكرز، حبة الكرز في الوسط. ليش؟ لأن الماكيولا بالوسط تكون more thin than another layer of the retina، أخف من طبقاتها من بقية الشبكية، كما أنه تحصل على nourishment من الكرويد اللي هي الطبقة اللي خلف الشبكية. بالإضافة للآرتر أوكلوجين يعني انسداد الشريان الشبكي، احتمال يصير انسداد بالوريد فينوس أوكلوجين، وأيضا يقسم إلى سنترال ريتينال فين أوكلوجين أو برانش ريتينال فين أوكلوجين، يا أما فرعي أو المركزي. وكذلك المريض يجي يعاني بالحالتين بالآرتري أو الفين من فقدان للبصر بدون ألم، وبس فجائي وليس تدريجي sudden painless loss of vision. Another cause of visual loss هو عند مريض الداء السكري diabetic mellitus، يا أما صاير عنده اعتلال بالشبكية كامل فيصحوا له diabetic retinopathy، أو بالمركز ويصحوا له diabetic macular edema، ويمكن علاجها عن طريق تنظيم السكر وأخذ حقن أوبر في العين intravitreal injection أو ليزر. Another cause of visual loss يصيب الرتنة هو macular degeneration نتيجة التقدم في العمر، يصحوا له age-related macular degeneration. بهذه الحالة بنوعتين، يا أما الجاف الدراي أو الوت الرطب. نلاحظ بالجاف أكو نقاط صفراء هي نتيجة lipid collection within the layer of the retina أو under the retina. وبحالة الوت الرطب نشوف أكو بقعة سوداء بالوسط هي نتيجة rupture of abnormal blood vessel، انفجار أوعية دموية غير صحية بالمركز. بالحالتين المريض عنده معاناة في مركز الرؤية. نلاحظ الصورة إنه center of the vision المريض يصير عنده blurred أو scotoma بقعة سوداء، البريفري يكون واضح، وهاي الحالة تكون عكس مريض الجلوكوما. Another cause of visual loss هو retinitis pigmentosa اللي يسمى التهاب الشبكية التصبغي أو يسمى بالعشو الليلي. نلاحظ المريض من ناخذ من عنده هيستوري يعني معلومات، نشوف انه هو هذا بالعائلة عدد من افراد العائلة يعانون من العشو الليلي وفقدان البصر التدريجي الغير مؤلم painless visual loss. طبعا هو احد الامراض الانكيورابل لا يمكن علاجها، مع انه اكو دراسات زرع خلايا جذعية stem cell implantation بس لا زالت study ونسبة النجاح مالتها ضئيلة. حتى أشخص السلايدات هسه قبل شوية والحالات اللي ذكرناها، لازم أعرض المريض لطرق فحص examination حتى أدخله من أعرف هو من أي نوعية من الكلاسيفيكيشن اللي قلنا عليها visual loss. فأول طرق الفحص هو الفيجن، نفحصه يا أما بالسنيلون شارت أو الأنذر تست اللي احنا نعرفها. ثاني شيء نلاحظ الريلاتيف افرنت بيبولر ديفكت، يعني العصب البصري المفروض اشوف هل بي خلل او لا، اذا يعاني من ضعف بحركة البؤبؤ فبمعنى الحالة المرضية هي mostly in the fundus and optic nerve، المشكلة بالشبكية او بالعصب البصري.
سليت لامب اكزامينيشن طبعا يفيدني اعرف الديفكت، هل هو بالكورنيا باللينس فيتريوس او رتنا. انترا اوكولار بريشر اقيس ضغط العين، او فندسكوبي اقيس افحص قاع العين حتى اميز الخلل هل بالشبكيه بالعصب البصري. واخر فحص مهم بس ما مكتوب هنا هو الفيجوال فيلد، فحص الساحه البصريه. Thank you for your listening، واتمنى تكون فادتكم. وطبعا هاي المحاضره مكمله مع محاضره النظري، وبالتوفيق للجميع.